ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان يفاجئ أشرف حكيمي بشيء أسطوري، ويفاجئ ليونيل ميسي بشيء صادم خلال أو بعد مباراة باريس سان جيرمان وننت والتتويج بالسوبر الفرنسي. إيه هو الشيء الصادم لميسي؟ إيه هو الشيء الأسطوري لحكيمي؟ هنعرف الكلام ده من خلال حلقة قوية وتفاصيل حصرية لأول مرة هتسمعوها من خلال قناتكم اللي انتوا أكيد هتدعموها حالا بالا فعلا بلايك للفيديو، اشتراك في القناة، أهم حاجة تفعل زر الجرس علشان كل الإشعارات تصلك تماما. ناصر الخليفي أشاد بأشرف حكيمي بعد تتويج باريس سان جيرمان العملاق الفرنسي بالسوبر الفرنسي على حساب فريق نانت، وأكد ناصر الخليفي أنه كان منبهر بأداء أشرف حكيمي وساعد الدول المغربية فريقه في الفوز بأول ألقابه هذا الموسم. وانهال بالمديح ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان على أشرف حكيمي ومجهوداته العظيمة في المباراة. ده الشيء اللي يخص أشرف حكيمي. طيب إيه الشيء الصادم اللي يخص ليونيل ميسي؟ باريس سان جيرمان، وخبر غير متوقع تماما، صحيفة ليكيب أكدت إن باريس سان جيرمان عندها مشكلة في الرواتب وهتضحي، لازم تضحي علشان اللعب المالي النظيف بميسي أو نيمار. الأقرب هو خروج ميسي حسب ما أعلنه ناصر الخليفي، إن ميسي معروض للبيع بأي مبلغ تفاديا ل طبعا العقوبات من الاتحاد الدولي لمخالفة اللعب المالي النظيف. دي الشيء الصادم لميسي، وقلنا لكم الشيء الأسطوري للمغربي حكيمي.